السلام عليكم. هسه راح أبلش شرح الفانكشن بالستركتشر 1 أو بالستاتيك بشكل عام. كيف بدي أطلع الفانكشن مشان أرسم المومنت دايجرام؟ هسه أول شيء بدي أعرفه إنه أنا بدي أعرف إشي نراجع موضوع الانترنال فورس شابتر 7 ستاتيك أو شابتر 3 عندكم أو 4 بالضبط. وأنا عندي بيم زي هيك وعليه مثلا لود زي هيك مقداره 5، وعندي بن سبورت، عندي مثلا هون رولر سبورت، وحكينا هاي مسافة 2 3 متر، هاي مسافة 3 متر. ايش بحكي لي؟ بحكي لي اوجد مثلا الشير والمومنت عند النقطة مثلا سي على مسافة 2 متر. هيك بيجي يحكي لي. أنا هذا السؤال كيف بدي أحله؟ دائما أول خطوة بأي شيء بالحياة بنطلع reactions. فالرياكشن عندي هون، عندي هون 2.5، وعندي هون 2.5. تمام. هسه أوجد الرياكشن، ثاني خطوة بقول لي اقطع عند النقطة اللي بده إياها. فوين هو طالب؟ طالب عندي عند سي، فبقطع عند سي باخذ الجزء اليمين او الجزء اليسار. فانا بقدر اخذ الجزء اليمين او بقدر اخذ الجزء اليسار. هاي جزء يسار وهاي جزء يمين. بس في عندي ساين كونفنشن، اشارات لازم التزم فيهم، هيك الحياه العمليه بتحكي لي. الاشارات بتحكي لي اذا اخذت الجزء اليسار يكون عندي الشير اللي تحت نورمال طالع، المومنت جاي من تحت لفوق، او زي ما نقول عكس عقارب الساعة. بس اذا هاي هيك فالجزء اللي ما هذول انترنال فورس ما ببينوا عندي لما يكون البيم مغلق، يعني لما اسكر البيم انا بغلق ما ببينوا، فبالتالي لازم يكون عكسهم. فبكون هون الشير لفوق، يكون هون النورمال اليسار، يكون المومنت مع عقارب الساعة. هاي البندنج مومنت وهاي المومنت. هسا انا هاي قطعت عند النقطة سي، فهاي عند النقطة سي في عندي ايش؟ في عندي رياكشن مقداره 2.5، وفي عندي هون رياكشن مقداره 2.5، وفي عندي لود مقداره 5. هسه المسافات النقطة سي حكينا على بعد 2 متر، بعد 2 متر، فهي المسافة 2، هاي 2 بتكون، هاي 1 بتكون، هاي 3 متر. طيب انا ايش طالب مني؟ طالب اني اوجد الشير والمومنت. مثلا باخذ الجزء اليسار، باخذ عاده الجزء الاقصر، باخذ الجزء اليسار، شو بطبق عليه؟ بطبق عليه معادله الاتزان، سيجما اف اكس تساوي زيرو، بالتالي بيطلع عندي النورمال يساوي زيرو. بطبق سيجما اف واي تساوي زيرو، بقول له 2.5 ناقص في تساوي زيرو، اذا 2.5 بتساوي في، فقيمه الشير بالجزء هذا من الصفر لاثنين قيمته 2.5. او مش بحكي هيك، بحكي انه شو اسمه الشير عند هاي النقطة بيساوي 2.5. طيب سيجما مومنت، خذ المومنت عند عند القطع عند سي يعني بيساوي زيرو، بقول له عندي 2.5 في 2 ايش تساوي؟ تساوي المومنت، المومنت مقداره 5، فالمومنت 5 وين؟ في المنتصف. هي فكرتها. طيب انا لو اخذت الجزء اليمين لازم يطلع معي نفس المقادير. راح اقول لك سيجما اف اكس تساوي زيرو، النورمال زيرو، سيجما اف واي تساوي زيرو، راح اقول له في عندي في لفوق ناقص 5 لتحت واثنين ونص لفوق تساوي زيرو، اذا في تساوي 2.5 نفسها مع الاشارة. طب سيجما مومنت عند القطع تساوي زيرو، اقول له عندي سالب ام، يكون عندي سالب 5 في 1 يعني سالب 5، إذن زائد 2.5 في 4 يعني زائد 10 تساوي 0، إذن M تساوي 5. إيش طلع معي؟ طلع معي نفس المختار، لازم يطلع نفس المختار سواء أخذت الجزء اليمين أو الجزء اليسار. طيب هاي فكرة. أنا هسه أنا لما أرسم مومنت دايجرام مثلا بمد خط هيك، إحنا بنمد عند اللودات، بنمد اللود هون، بنمد اللود هون. هسه أنا
نفس المومنت دايجرام بدي عندي لازم اعرف المومنت تكون نقطه، مومنت تكون نقطه، مومنت تكون نقطه، واوجد على شو اسمه اطلع الشير ومساحات وكذا. بس انا اصلا كيف جبت الشير؟ انا خلاص راح نبطل نجيب الشير انه طالع نازل، لا راح نجيبه من خلال المعادله. فهسه احنا مثلا راح نعرف نرسم مومنت دايجرام على، لو فرضنا هاي انا اول مره باخذ مومنت دايجرام مش عارف ارسمه، لا اذا عندي معطيات كافيه بتحكي ليش طالع نازل وما طالع نازل. لا انا هسه شو عندي معطى مثلا، عندي عند سي عندي قيمه الشير 2.5، يعني قيمه الشير هاي خط التقطيع 2.5، هذا اللي بعرفه. قيمه المومنت بعرف ان مقدارها 5، فانا انا هذا اللي بعرفه، انا هذا اللي بعرفه. فانا شو فكره المعادلات شو بتقول لي؟ طلع معادله دلتا اكس بعرف الشير هون، 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 الشير هون، الشير هون، هون في المومنت طبعا مش بس شير، مومنت مومنت شير شير مومنت شير مومنت شير. بالتالي انا بدي اعرف عند كل ملي بالبيم، بالتالي انا بستعمل معادله تريحني من اني اخطا عند كل ملي. انا ايش بعمل؟ بدي اعلمكم اساسيات صغيره بعدين نبلش بالمعادلات. بس هذا هيك نفهم البيم. طيب لو انا عندي بيم، لو عندي عليه لود مستطيل، لود مستطيل عندي هون سبورت مثلا، عندي هون رادر سبورت، وهذا اللود المستطيل اللي تحت. هذا طوله كامل 6 متر. راح طلب مني مثلا الشير، شير مثلا مسافة 3 متر منتصف صف بين الشير والمومنت. قلنا وهذا اللود مقداره 10 نيوتن للمتر، يعني 10 نيوتن للمتر يعني ارتفاعه كامل 10. طيب ارتفاعه 10، احنا قلنا اول شيء نطلع الرياكشن، لما نطلع الرياكشن لازم نطلع ايش؟ نركز اللود، نركز اللود، اللود دائما القاعده بالارتفاع، القاعده كم؟ القاعده 6 بالارتفاع 10 في 60، فهذا 60 بالمنتصف، 60 بالمنتصف على الرياكشن بيطلع عندي هون 30، عند الرياكشن هون 30. طبعا كيف حسبت الرياكشن؟ سيجما مومنت عندي الاي، سيجما مومنت عندي البي، سيجما واي والشي اللي كان. طيب اعمل هيك عندي 30 30، فثاني خطوه بقطع عند السي، قطعت عند السي باخذ جزء يمين او جزء يسار. لما اقطع الشكل الاصلي اللي بالسؤال ما بقطع اللود اللي ركزته، فبالتالي لما اقطع باخذ جزء يمين جزء يسار وارسم، ارسم اللود المستطيل معه. لا ننساها، في ناس بركزوا اللود وبقطعوا على اساس انه اللود مركز، السؤال كله بسط خلوا بالكم. نقطع بعدين ما نركز، نقطع بعدين ما نركز. عندي شير، عندي مومنت، عندي نورمال، نورمال دائما زيرو، عندي مومنت، عندي ما عندي شير لفوق. شو عندي هون؟ عندي هون 3 متر، عندي هون 3 متر، عندي هون رياكشن 30، عندي هون رياكشن 30. طيب انا هذا مستطيل، لود مستطيل، يعني انا شو ما اظل ماشي اللود يونيفورم، اللود ثابت، يعني الارتفاع هون نفس الارتفاع هون، نفس الارتفاع هون، نفس الارتفاع هون، نفس الارتفاع هون. فلو قطعت هون ولا هون ولا هون الارتفاع بضل 10. اللي هذا 10 هذا 10. انا ايش هسه بعمل؟ طبق سيجما اف واي سيجما اف اكس، سيجما اف واي تساوي 0 بالنسبه للجزء اليسار، اقول له 30 30 نكتبها كتابي، اقول له 30 لفوق، وعندي اللود المستطيل بركزه مقداره 10 في 3 لتحت ناقص 10 في 3 يعني ناقص 30، 30 ناقص 30. وعندي ايش؟ ناقص v تساوي 0، so v تساوي 0، الشير بيساوي 0. طيب
في المومنت مجموع المومنت عنده قطع بقول له عندي ام وعندي سالب 30 3 يعني سالب 90 عندي كمان زائد 10 في 3 30 اللي هي تركيز اللود تركيزه 30 في المنتصف يعني 30 في 1.5 يعني 45 زائد 45 يساوي 0 so m يساوي 45 نيوتن متر. فهاي مختار الشير والمومنت عند المنتصف. لاحظ انه الشير طلع عندي زيرو وبلاحظ انه عندي المومنت طلع عندي قيمة. دائما اذا الشير زيرو بيكون الماكسيمم مومنت عند الزيرو شير. فبالتالي انا اقطعت منتصف البيم بالنسبة للسمبلي سبورت البيم اعرف انه الشير منتصف دائما زيرو مومنت على قيمة. يعني هذا البيم شو ما ارسم له مومنت راح يطلع اكبر شيء عندي قيمته 45. طيب هذا ضلال مستطيل. الاخر اساس اخر اساس عندي بيم عليه خط مثلث هذا المثلث ارتفاعه 10 وقاعدته 6 عليه بين رولر سمبلي سبورت ايش عليه؟ 2 سنتيمتر. طلب مني اوجد المومنت هون على مسافة 3 متر. فانا ايش بحكي له راح اقطع؟ اذا ما اقطع بلاحظ انه الارتفاع النقطة هاي اختلف عن الارتفاع هاي اختلف عن الارتفاع اختلف عن الارتفاع هاي اختلف عن الارتفاع هاي. بالتالي لما قطعت هون صار في عندي ارتفاع هون. هذا الارتفاع ما بعرف كم هو، كيف بدي اطلعه؟ بطلع من الكتاب والمثلثات. انا لما بدي اقطع عند النقطة C باخذ جزء يمين او جزء يسار، انا اسهل اخذ جزء يمين ولا يسار؟ يقول لي جزء يمين، ليش؟ لانه انا لما اقطع الجزء اليمين لاحظ انه عندي مثلث. لكن لو بدي اقطع الجزء يسار بلاحظ انه عندي شبه منحرف، شو بعمل؟ بصير اقسم مثلث مستطيل وبصير عندي اشكال السماء. ايش بعمل انا؟ باخذ الجزء اللي فيه مثلث، فلو كان عندي البيم زي هيك واللود مثلث زي هيك وبدي اطلب قطع هون باخذ الجزء اليسار يعني حسب كيف المثلث. انا باخذ الجزء اليمين، الجزء اليمين صار عندي زي هيك. فهذا الارتفاع مجهول، شو بسميه دائما؟ بسميه دبليو. وهاي 3 متر. طيب بعمل شبه مثلثات مع الكبير، هاي المثلث الكبير. هذا ارتفاعه 10 الكبير كامل. انا ايش بقول له؟ بقول له دائما الكبير على الصغير او عادي الصغير على نسبه تناسب بتصفي. بقول له مثلا المثلث الكبير ارتفاعه 10 المثلث الصغير اللي ارتفاعه دبليو تساوي قاعده الكبير اللي هي 6 قاعده الصغير اللي هي 3. اذا دبليو شو بدها تساوي؟ حط دبليو فوق انا بحسبها 30 على 6 تساوي دبليو 5. ارتفاع المثلث كم؟ تساوي 5. انا ايش بعمل هسه؟ انا اخذت اي جزء؟ اخذت الجزء اليمين احط هون شير. لا جزء يمين بحط هون شير بحط هون مومنت. طبعا وانا بكون واجد الرياكشن من الاصل ما بعرف كم قيمه الرياكشن احسب وضع صعب حساب وتركيز ومغلط وكذا. طبق سيجما اف اكس سيجما اف واي سيجما مومنت. هسه هذا اللود بركزه تركيزه عباره عن نص وقاعده في الارتفاع نص في 3 في 5 اللي هي 7.5. فهذا تركيزه 7.5 دائما ثلث عن الزاوية القائمة. فهاي المسافة ثلث عن الزاوية القائمة. الزاوية القائمة على 3 وإيش ثلث يعني على 3؟ هاي 1 وهذيك 2 3 ثلث اللي هي 3 ثلثين يعني 2 3 3 هاي 2 متر. طيب أنا هيك عرفت كيف أقطع. هسا معنا المعادلات، المعادلات إشي بسيط وسهل. لو أنا بدي أرسم مومنت دايجرام باستعمال المعادلات، أول خطوة بدي أعملها عندي البيم. لو عندي بيم زي هيك وعليه مثلا فيكس سبورت إيه فيكس عليه مثلا لود نص لود شو اسمه فكس اختاره 5
عندي هاي مسافة 3 متر وعندي هاي مسافة 2 متر. فبالتالي توجد شير والمومنت كمعادلة equation أو at any x at any أي شيء أو طلب من نفس المومنت ديجرام باستعمال الإيكويشن. فأنا إيش بعمل؟ بدي أقطع. بدي أقطع. كيف بدي أقطع؟ بكل بساطة أنا لما إحنا من الاستاتيك عندنا أساسيات وخلفيات من الاستاتيك والسترينث. لما نرسم مومنت ديجرام كنا نحكي نمد خط السبورت ونمد خط من لود ونمد خط من طرف. لو عندي هنا مومنت بمد خط من المومنت، عندي انترنال هنج بمد خط من الانترنال هنج فبمد خطوط. فبالتالي عم نمد خطوط زي هيك. ايش بنعمل؟ نقطع بين من كل خطين، يعني هذا خط احمر وهذا خط احمر، قطع بينهم قطع. عندي هذا خط احمر هذا خط احمر، بقطع بينهم قطع. بالقطع وين اقطعه؟ اقطعه على مسافه مجهوله اسمها اكس مشان يطلع عندي معادله. انا ايش عندي؟ قطعات قطعين. هسه القطعين كيف بدي احلهم؟ كذا بسيط جدا. نشيل الخطوط الحمراء رسمناها. عندي قطعين. هسه انا هذا السؤال عندي طريقتين، انه فيكس سبورت، يعني هاي حاله شاذة، حاله اسهل حاله ممكن تكون انه فيكس سبورت. بقدر اني اوجد الرياكشن وبقدر اني ما اوجدش الرياكشن، يعني ارسم المومنت دايجرام بدون رياكشن. هاي فكرة مرتبة يعني إذا كان فيكس سبورت، بس لا إحنا بنكون متعلمين نجري الرياكشن ببساطة. الفيكس سبورت دائما بنبلش معادلة سيجما اف واي تساوي زيرو. سيجما اف واي تساوي زيرو إذا عندي اللود خمسة لتحت فبكون هذاك خمسة لفوق، فهذا مقداره خمسة وهذا مقداره يكون كم المومنت مقداره بيكون خمسة في ثلاث، فهاي 15 تكون 5. كيف عرفت انه هاي 5 وهاي اتجاهها هيك؟ ببساطة 5 هاي لما تعمل لي مومنت اند اي تعمل لي مومنت اتجاهه عقارب الساعة، فلازم الرياكشن يكون عكس عقارب الساعة. فانا خلص مباشرة بعرف الاتجاهات بدون ما عند اللود هاي 5 لتحت، بالتالي الرياكشن 5 لفوق. انا فرضت مباشرة هسه انا وجدت الرياكشن. ثاني خطوة بدي اقطع. اقطع عند القطع الاول وبقطع عند القطع الثاني. اقطع وباخذ جزء يمين او يسار، اخذ الاسهل لي. انا بالنسبه لي بالفيكس سبورت باخذ اليمين، انا تعلمت اني اخذ اليمين. بس احنا مشان نتعود مشان التشابتر القادم من الديفليكشن بيقول لي دائما اقطع خذ الاصل بدايه البين، مش مشكله احنا راح نتعلم اكثر من شغله. فانا هسه بدي اقطع يمين، اي بدي اقطع الجزء اليسار. اقطع الجزء اليسار لهي الفيكست وعندي هاي قطعت عندي شير عندي مومنت. هسه قطعت وين انا؟ قطعت على 2 متر، قطعت على 3 متر، قطعت على 1 متر، قطعت على 1.5. من وين قطعت انا؟ قطعت على مسافة ما بعرف شو هي، فبسميها اكس. بسميها اكس. هسه في الكتب ممكن تسميها هي اكس 1 وهذيك تسميها اكس 2، مش مشكلة، احنا المهم نفهم الفكرة. هي اكس. وفي عندي كمان في عندي الرياكشن. اختاروا 5. وفي عندي الرياكشن مقداره 15. طيب قطعت انا على مسافه اكس، قطعت انا على مسافه اكس، يعني انا ما بعرف كم قيمه اكس. ببساطه سيجما في اكس تساوي 0. في عندي لودات على اكس؟ لا، نت النورمال تساوي 0. طبق انا سيجما اف واي تساوي 0، راح اقول لك عندي سالب في زائد 5 تساوي 0، إذن الشير تساوي 5. ثاني بقول لك سيجما مومنت عند الكت بتساوي 0، راح أقول لك أنا عندي، أقول لك عندي أنا سالب 5 إكس، سالب 5 في إكس، الرياكشن في هاي سالب 5 إكس. أقول لك عندي كمان المومنت هذا 15 بيعمل لي عكس عقارب الساعة، بيعمل لي زائد 15 تساوي 0. إذن المومنت تساوي 5 إكس ناقص 15. معادلة المومنت هاي 5 اكس ناقص 15. طيب هاي الاكس كم مقدارها؟ بكل بساطة اعرف الاكس دائما مقدارها. وين فرضت الاكس؟ فرضت الاكس بدايتها هون، فهاي اوريجن، هذا مرجع. يعني لما احكي انه اكس تساوي 0 يعني اكس عند الفيكست. لما اقول لك اكس تساوي 1 يعني اكس على مسافة 1 متر. لما اقول لك اكس تساوي 2 يعني اكس على مسافة 2 متر. لما اقول لك اكس تساوي 3 يعني اكس على مسافه 3 متر. طيب
اقدر اقول لك اكس تساوي 4، بقول لك لا. ليش؟ لانه انا مديت خط من هون، انا مديت خط من هون، فمسافة هاي بين الخطين هي 3 متر، فاكس راح تكون دائما عبارة عن طول القطعة هاي، طول القطعة هاي. وين انا فرضت الاكس؟ هون فرضت الاكس، فبالتالي هون بداية الاكس، يعني هون الاوريجن، فبالتالي هاي صفر وهاي 3، فاكس هاي صالحة من صفر. اهم فكره. طيب شو استفدت من هذا الحكي؟ استفيد منه، بس بقول لك شو استفدت منه. خلي المعادله هاي اللي عليها مربع تحت على جنب، خلينا ناخذ القطع الثاني. في الخطوط، طيب بس القطع الثاني بقدر اخذ جزء يمين، بقدر اخذ جزء يسار. خلينا احنا نلتزم بالكتاب، كتاب مشان الديفليكشن، ناخذ الجزء اليسار، بعدين هسه راح ناخذ الجزء اليمين ونشوف انه نفس الحل. اخذ انا برضه الجزء اليسار، لاحظ انه الجزء اليسار بفضل ماشي، بقطع عند الخط الثاني، باخذ كل شيء على يساره، هاي كل شيء على يساره، هي عليه قد اختاره 5، عندي رياكشن اختاره 5، عندي مومنت اختاره 15، عندي شير، عندي مومنت. ببساطة ما أفوان حس المسافة، تفرض الأوريجين هون عند الفيكست، تفرض الأوريجين عند الفيكست، يعني إكس تساوي زيرو هون، إكس تساوي واحد هون، إكس تساوي اثنين هون، إكس تساوي ثلاثة هون، إكس تساوي أربعة تكون هون، إكس تساوي خمسة هون، إكس تساوي ستة، فيش ستة، 5 متر، إكس تساوي 5 يعني. تمام. فأنا إيش بعمل؟ بفرض اكس مثلا هون، فرضت اكس عند الاوريجن، من 0 ل 3 بتكون هون، من 3 ل 5 بتكون هون. طيب الاكس هي عباره انا فرضتها وين؟ فرضتها عند الفيكست، بالتالي هاي كامله، تكون هاي كامله، هاي كامله، هي اكس. تمام، ركزوا معي، انا بما اني خليت الاكس الاوريجن عند الفيكست، فبالتالي هاي كامله هي اكس. فاذا هاي من 5 للفيكست كانت 3 متر، طب وانا هاي اكس كامله، فبالتالي هي بتكون اكس ناقص 3. مش كل هاي 2 متر، لا، انا قطعت على مسافه مجهوله، قطعت على مسافه مجهوله ما بعرف، فهاي اكس ناقص 3. ايش انا بعمل؟ بطبق سيجما اف واي، سيجما اف اكس، سيجما هاي. طيب راح اقول لك انا سيجما اف واي تساوي زيرو، راح اقول لك عندي 5 ناقص 5 ناقص في تساوي زيرو، سو في تساوي زيرو. راح اقول لك سيجما مومنت عند القطع، راح اقول لك عندي 5 في اكس ناقص 3، اقول لك عندي سالب 5 اكس، راح اقول لك عندي زائد 15 تساوي زيرو. فبالتالي من بدها تساوي سالب 5 اكس، 5 اكس اللي انا لما طرفت القوس بيطلع معي زيرو، و5 في سالب 3 سالب 15 زائد 15 في الام تساوي زيرو. طيب الام تساوي زيرو، هاي صالحه من وين لوين؟ هاي صالحه اكس صالحه من 3 ل 5. طيب ليش من 3 ل 5 مش من 0 ل 5؟ بما ان انا انت هسه انا هاي معادلتي، معادلتي هني كتبتها، هسه انت راح تحكي لي اكس صالحه من 3 ل 5، طيب انا قطعت وانا ماخذ اليسار، وانا انت حكي لي الاكس هيها، اكس هاي كلها، فمعناته لازم تكون من 0 ل 5، راح اقول لك خطا. ليش راح تقول لي خطا؟ لانه ببساطه اللي من 0 ل 3 لها معادله لحالها، هيها 5 اكس ناقص 15، لكن من 3 لل 5 لها معادله ثانيه، فانا بدي افهم شغله واحده، القطع له معادله، حتى لو طلعت نفس المعادله اكس خليها حسب شو قطعت. انا فرضت الاوريجن وبدايه الاكس، يعني الاكس تساوي صفر عند الفيكست، من 0 ل 3 انا بعرف انه لها قطع مائلي فيه، بعدين من 3 لل 5 لها معادله ثانيه. طيب متى ممكن تكون هاي من 0 ل 2؟ متى ممكن تكون هاي من 0 ل 2؟
الاكس اللي انا حليتها انها تكون من 0 ل 2. بكل بساطه بقول لك الاكس بتكون من 0 ل 2 اذا اني انا غيرت الاوريجن تبعي. كيف يعني؟ يعني خليت انا الاوريجن تبعي هون وخليت الاوريجن تبعي هون، يعني هيك الاوريجن تبعي هون، فبالتالي الاكس بدها تكون اكس راح تكون ببساطه هي بتكون الاكس، هاي كلها هي بتكون الاكس. انا لو خليت الاوريجن تبعي هون فهاي ايش دي؟ هاي هي الاكس بكل بساطه. سيجما اف واي، سيجما اف واي بيطلع معي برضه الشير تساوي زيرو. لما اخذ سيجما مومنت راح تقول لي انا عندي ام، بعدين راح تقول لي زائد 5 اكس، بعدين راح تقول لي سالب 5 اكس زائد 3، بعدين راح تقول لي سالب 15، راح تقول لي زي هيك 5 اكس سالب 5 اكس تساوي زيرو، سالب 5 في 3 سالب 15 زائد 15 بتصفي كله ايش بصير عندي؟ كله برجع كله برجع يصفر، زائد مش سالب. سالب 5 اكس زائد 3 يعني سالب 15، عندي هاي موجه 15 تمام؟ هاي زائد بتاعتهم، بالتالي ال 15 تروح مع السالب 15، سالب 5 اكس تروح مع زائد 5 اكس، فبيطلع عندي المومنت، المومنت كم قيمته؟ بيطلع برضه المومنت قيمته زيرو. ليش قيمته زيرو؟ لانه لو اخذت انا قطعت الجزء اليمين بيطلع عندي رودر، طبعا مو متساوي زيرو. فانا شوف فهمت شغله واحده، انه انا حسب وين بحدد الاوريجن بتكون هي الاكس عندي. بس انا دائما بفضل، باخذ الحل الاسرع. انا لو بدي احل هذا السؤال بقطع القطع الاول، باخذ الجزء اليمين وهقول لك عندي في، وهقول لك عندي مومنت، فالمومنت تساوي زيرو، الشير تساوي زيرو، ما عندي لودات. بعدين باخذ القطع الثاني، طب اخذ الجزء اليمين ما بوجد رياكشن. عندي هون لود 5، عندي هون مومنت، عندي هون شير فولد. اقول لك نو هاي الاكس بالتالي هاي كامله اكس، تكون هاي 2 متر. اقول لك بكل بساطه سالب ام سالب 5 في اكس ناقص 2، راح اقول لك تساوي 0. المومنت بده يكون مقداره سالب 5 اكس زائد 10، عوض عوض الخمسه بيطلع معك سالب 15، عوض عوض الثلاث بيطلع معك زيرو اجباري، مش شرط زيرو، مش عارف شو القيم هاي، بس المعادله هاي. لو اخذ سيجما اف واي بيطلع عندي الشير مقداره 5، فعلا الشير احنا طلعناه هون مقداره 5، هي شير. بس شو اختلف عندي؟ اختلف عندي القطع. فانا اول اساس فهمته اعرف احدد شو الاكس اللي عندي. الاكس اللي عندي افرضها دائما الاشي الاسهل، فانا دائما خلص لو فرضت بدايه البيم عادي، ولكن لو كان عندي بيم طويل، هسه هذا البيم خلص مسحته معادلاته، بس خلي معادلاته على جنب. اول معادله اكتبها فوق، المعادله اللي بالجزء اللي بالجزء الاول في تساوي 5، وعندي ام تساوي 5 اكس ناقص 15، وعندي معادله بالقطع الثاني حسب الاوريجن الفي تساوي 0 والام تساوي 0. طيب انا هاي عندي ايش؟ هاي المعادلات. هسه انا ايش بعمل؟ انا بدي امسح تمسح القطوع والرسمات، نرسم المومنت دايجرام. مشكلة المعادلات انا حفظتها ببساطة. هسه بنرسم عندي فيكست، عندي 5، عندي 15، وعندي 5 مسافة 3 متر، عندي 2 مسافة متر. فايش احنا قلنا؟ من مد خطوط، مد خط هيك، ومن مد خط من هون، ومن مد خط من هون. بعدين من مد خطوط خط الشير، ومن مد خط المومنت.
هسه المومنت الشير فوق موجب وتحت سالب، والمومنت تحت سالب تحت موجب وفوق سالب حسب الدكتور حسب اي حدا، بس خلص احنا نتعود على طريقة الدكاترة. فايش بحكي لي؟ بنتعود على طريقة الحياة العملية. الحياة العملية بتقول لك الموجب تحت وسالب فوق. فانا ايش عندي؟ معادلة الشير بالجزء الاول كانت مقدارها 5، فانا الشير ثابت طلع 5 ثابت، فبالتالي الشير كانت المعادلة من وين؟ كانت المعادلة من 0 ل 3. يعني الشير، يعني الشير بالمسافة، الشير بالمسافة هاي كاملة كان مقداره كم؟ كان مقداره 5. فبالتالي الشير هون 5، فأنا برسم خط الشير. طبعا هون 0 بداية، دائما 0، ولكن هون في عندي 5، عندي هاي 5، هاي أنا هيك عرفت إنه الشير مقداره 5 هون. الشير عرفت إنه مقداره 5 هون من المعادلة بدون طالع بدون نازل، عرفت إنه قيمة الشير من الجزء هذا 5. طيب شو عندي؟ حكالي قال بالقطعة الثانية عند الشير 0 ثاني، يعني الشير هون كم مقداره؟ 0. هيك كله مقداره 0. طيب التوصيل بينهم لازم يكون الفرق بين الخمسة والصفر عبارة عن تنزيل اللود. تنزيل اللود كم؟ 5. رسمة الشير دايجرام بقدر اني ارسمها على المعادلات او برسمها طالع نازل، ما عندي مشكلة زي ما انت متعود. بس المومنت انا عرفت المعادلة الاولى معادلتها 5x ناقص 15، يعني لو انا x عندي 0 يطلع عندي المومنت سالب 15، عوضت الثلاث يطلع عندي المومنت 0 اللي هي 5x ناقص 15. 5 في 3 15 ناقص 15 يساوي 0. طيب عوض 2 بيطلع عندي قيمة، عوض 1 بيطلع عندي قيمة. فأنا المومنت طلع عندي سالب عند الزيرو هي 5x ناقص 15، هاي x صالحة من 0 ل 3. فعوض الصفر دائما، انت لما تعوض عوض حدود المعادله، بس لا تعوض انه 1 و2 و3، عوض حدود المعادله. عوض الصفر، 5 في 0 0 ناقص 15 ناقص 15 السالب فوق، فبعوض هون فبطلع هون سالب 15. طيب عوض 3 0. طب كيف بوصل بينهم؟ بكل بساطه المعادله هاي ايش؟ لينير، معادله خطيه، فبوصل بينهم بخط لينير. فهاي خط لينير. طيب المعادلة الثانية كانت المومنت تساوي 0 والشير تساوي 0، وين؟ صالحة من 3 ل 5، فبالتالي المومنت هون 0. هاي هيك رسمت المومنت دايجرام باستعمال المعادلات. بكل بساطة طلب الشير عند 2 متر، المومنت عند 2 متر، بكل بساطة يا بعمل شابه مثلثات يا بعوض 5 في 2 10 ناقص 15، فبطلع عندي سالب 5. فالمومنت على 2 متر، يعني المومنت هاي 2 متر كم بتساوي؟ سالب 10 سالب 5 سالب 5 بس. طيب نرسم رسمة ثانية. طبعا في كثير أفكار بس احنا بدنا ناخذ الاشي خلص الأسهل. نرسم حالة عامة وننهي الفيديو. يب في عندي عندي لود مستطيل، وعندي لود مثلث. عندي لود عندي هذا مقداره 5، عندي هذا مقداره 10، عندي هذا internal hinge هاي A وهاي B وهاي C. عندي هون internal hinge، هذا السؤال طالب مني وجد المومنت والشير دايجرام. طيب بكل بساطة ال internal hinge شو بعمل عندها؟ ال internal hinge بفصل عندها. بس هذا السؤال طويل شوي، بس شو بدي أعمل؟ بدي أحاول إني أختصره عليكم. يعني إنه برسم بوجة رياكشن سريع. عندي هون بيم، عندي هون بيم، عندي هون هسه هاي بفرطها هون لفوق بي
عندي هون طبعا فيش افقي، خلاص نتعلم هذا الاشي. بي ما في افقي، سي عندي هون، ايه عندي هون، ايه وعندي هون بي لتحت، وعندي لود لود مستطيل، وعندي هون لود لود عندي هذا زي هيك، هذا عندي اياه زي هيك. وايش طلب مني؟ هسه بدي اجد رياكشن بكل بساطه. سيجما مومنت عند البي، نكتب كتابي هون، سيجما مومنت عند البي تساوي زيرو. راح اقول لك عندي المسافات 2 متر 3 متر. راح اقول لك عندي بكل بساطه سي واي، اقول لك عندي بكل بساطه طيب فايش انا بعمل؟ باخذ المومنت عند البي. انت هسه هذا الشيء تعلمه يدوي، لانه هون على الزوم صعب اكتبه هسه سريع. بقول لك سيجما مومنت عند البي، راح تقول لي سي في 2، انا ما بكتب، بقول لك سي في 2 طبعا سي يعني سي واي، بعدين عندي اللود، اللود المستطيل، اللود اللود المثلث، اللود المثلث بيعمل لي نص القاعده في الارتفاع. طبعا بيعمل لي طبعا خلص سي في 2 تساوي، طبعا هي كانت سالب وموجب كذا، بس انا لما فرضت الفرض الصحيح طرف تساوي طرف. سي في 2 بدها تساوي اللود المركز، اللود المركز للمستطيل للمثلث، هي عباره نص القاعده في الارتفاع، نص في 2 في 10، نص في 2 1 في 10 10، فقيمه اللود المثلث 10. 10 في كم؟ في ثلث عن الزاويه القائمه، يعني 2 على 3، 2 على 3. طيب فبالتالي سي تساوي، خلينا نحسبها على الحاسبه، 10 ضرب 2 تقسيم 3 تقسيم 2، فبيطلع عندي قيمه رياكشن سي 3.33. لما اخذ سيجما اوف واي بده يطلع عندي قيمه بي، اللي هي بي تساوي 10 ناقص انسر، يطلع عندي 6.667. تمام، فهي قيمة الرياكشن، رياكشن الرياكشن سي وقيمة رياكشن بي. هسا يا بقدر اسكر البيم وبما انه معي رياكشن سي اخذ المومنت عند سي، او اخذ سيجما اف واي يطلع الاي واي، او بكمل على اللي انا عليه. قيمة رياكشن بي هون 6.6، وعندي هسا هاي 3 متر. فانا لو اطبق معادلة سيجما اف واي تساوي زيرو، راح اقول لك عندي 5 في 3، لانه هذا مقداره 5 هذا مقداره 10. 5 في 3 هاي خلينا نكتبها كتابي، اقول لك 5 سيجما اف واي تساوي 0، اللود المستطيل 5 في 3 تحت سالب 15، بعدين راح تقول لي سالب 6.667، بعدين راح تقول لي زائد A تساوي 0. سو A تساوي كم بدها تساوي A؟ 15 زائد 6.667 بيطلع عندي 21.667. بعدين مومنت A، باخذ المومنت عند A، راح تقول لي مومنت A شو بيساوي؟ راح تقول لي M A تساوي 6.1667 في 3 زائد 15 ضرب 1.5 اللي هي تركيز اللود هاي. فبالتالي M A تساوي كم بدها تساوي؟ 6.167 ضرب 3 بدون الواحد، 6.667 6.667 ضرب 3 زائد 15 ضرب 1.5 بيطلع عندي قيمة A 42.5. هذا قيمة المومنت. كيف حسبته؟ هنا حسبته، انتم بتحلوا على ورقة اسهل. فايش صار عندي؟ هسه انا هيك طلعت قيمة الرياكشنز وطلعت قيمة طلعت قيمة الرياكشن. فايش بعمل انا هسه؟ بدي اوجد معادلات. خليني اكتب الرياكشن على الرسمة الأصلية، 21 42.5 عندي هاي 3.33. شو بعمل بعدين؟ بمسح الهبل هذا، طيب
احنا ايش كنا بالمومنت دايجرام؟ من مد خطوط من كل فاصل، فمن مد خط من هون، من مد خط عند الهنج، ومن مد خط من هون. راح اقطع قطعين، قطع هون قطع هون، راح اقطع قطعين. القطع الاول باخذ الجزء اليسار، والقطع الثاني باخذ الجزء اليسار، يا باخذ الجزء اليمين. الاشي الاسهل لي بس كونه مثلث باخذ الجزء اليمين. طيب راح اخذ الجزء اليسار بالنسبه للقطع الاول، هاي القطع الاول في عليه شير وفي عليه مومنت. المومنت بعرفش كم مقداره، الشير بعرفش كم مقداره، فيكست في عليه 21 وفي عليه 42.5. طيب شو عليه كمان؟ في عليه لود مستطيل، نرسم بالأحمر، في عليه لود مستطيل زي هيك، مقداره 5. أنا لما أحل بحل زي هيك، ما بركز بعدين بحط اللود، لا اللود زي ما هو زي ما قطعته. طبعا ليش حطيته 5؟ لأنه هذا مستطيل، المستطيل دائما نفس الارتفاع. وكم المسافة؟ بفرض المسافة من الفيكست للقطع، هاي المسافة بسميها X. فهسا معادلة الشير سيجما اوف واي تساوي زيرو، سيجما اوف واي تساوي زيرو، فبيطلع عندي سالب في سالب 5 في اكس. ليش سالب 5 اكس؟ اللود المستطيل تركيزه القاعدة في الارتفاع، الارتفاع 5 والقاعدة اكس، فبيكون سالب 5 اكس زائد 21.667، هاي كلها تساوي زيرو. سو في تساوي سالب 5 اكس زائد 21.667. طيب هاي الشير، هاي قيمة الشير زي هيك. طيب المومنت، باخذ المومنت عند القطع، راح اقول له نقاط عشان تنطش، راح اقول له راح اقول له كم زائد 42.5. اللود المستطيل، المستطيل كم قلنا مقداره؟ مقداره 5 اكس، 5 في اكس هو وين بتركز؟ على اكس على 2، على منتصف المسافه. فزائد 5 اكس في اكس على 2، 5 اكس في اكس على 2 ناقص 21.667 اكس تساوي 0. قيمة المومنت تساوي سالب 2.5 اكس تربيع زائد 21.667 اكس ناقص 42.5. طيب قبل ما اكمل، طبعا هاي الاكس من وين صار؟ هاي الاكس من وين صالحه؟ صالحه من صفر، صالحه صفر لخمسه. قبل ما اكمل، في عندي شيء بالحياه العمليه بقول لي المومنت عند الانترنال هنج يساوي زيرو. انا لو عوضت خمسه، عوضت معادله المومنت خمسه، المومنت ما طلع زيرو، انا حلي غلط. فانا بعوض معكم، سالب 2.5 5 تربيع اللي هي 25 زائد 21.667 في 5 ناقص 42.5. دقيقه، في خلل، شايفين في خلل، معناته انا في غلط بمعادلتي. سالب 2.5 ضرب اكس تربيع زائد 21.667 ضرب 5 سالب 42.5. هاي انا في غلط بمعادلتي، طبعا فرق 3. بس انا بس تتاكد من شغله واحده، الرياكشن عند ايه 42.5 ولا لا؟ لانه انا شكوك بالرياكشن. كان عندي 5 في 3 في 1.5، بس هي كانت 6.667 ضرب 3 زائد 5 ضرب 3 ضرب 1.5 42.5. احنا هاي اكس صالحه من 0 ل 3 مش من 0 ل 5، صالحه من 0 ل 3. فبعوض سالب 2.5 ضرب اكس تربيع اللي هي ضرب 9 زائد 21.667 ضرب 3 ناقص 42.5 طلعت معي 0. طلع المومنت عندي البي 0، فانا معادلتي 100% صح. عرفت انها صح
الانترنال هنج عند المومنت زيرو، بالتالي لما عوضت اكس يساوي 3 في المومنت زيرو. صرف القطع الثاني، القطع الثاني بكل بساطة عندي لود مثلث، بعرف كم ارتفاعه بسميه W، وأنا إيش بسمي هاي؟ بسمي هاي X، إنه أنا هاي هي الـ X عندي، هي الـ X، على شير، على كومنت، على الرياكشن مختاره 3.33. إيش بعمل أنا هسا؟ طلع قيمة الـ W مش أنا أركز، أقول له بكل بساطة بعمل جاب مثلثات 10 على W تساوي 2 على X. إذا W تساوي W تساوي 2 W تساوي 10 X، إذا W تساوي 5 X. W تساوي 5 X. فهاي W شيلها سميها 5 X. فهسه بطبق سيجما اف واي تساوي 0، سيجما اف واي، سيجما اف واي تساوي 0، راح اقول لي عندي في لفوق 3.33 لفوق ناقص اللود المثلث، اللود المثلث ارتفاعه 5 اكس وقاعدته اكس، فمقداره بده يكون 5 اكس ضرب اكس ضرب نص، مش نص القاعده بالارتفاع، نص في اكس في 5 اكس، تطلع عندي هذا يساوي 0، تطلع معي معادله الشير تساوي 2.5 اكس تربيع ناقص 3.3. معادلة المومنت أقول له سالب أم زائد 3.33 اكس، بعدين سالب كم؟ سالب 2.5 اكس تربيع اكس على 3. ليش اكس على 3؟ لأنه المسافة من الزاوية القائمة اكس على 3. سالب 2.5 اكس تربيع في اكس على 3. فلاحظ انه بيطلع عندي اقتران تكعيبي بالنسبه لمعادله المومنت، كله يساوي 0 فالمومنت يساوي سالب 2.5 كذا كذا كذا. فهي معادله الشير ومعادله المومنت. انا لو عوضت 2 المومنت تطلع معي 0. ليش؟ انه انتهينا الهنج، لانه انا فرضت الاكس، اكس فرضتها من هون، اكس فرضتها من هون، تمام. فلما دائما افرض الاكس عند الجوينتات على الاطراف، فلما فرضت الاكس من هون فالاثنين هي عند الانترنال هنج، فعوض بكل بساطه سالب 2.5 ضرب 2 تربيع ضرب 2 على 3 زائد 3.33 في 2، طلع عندي المومنت مقداره 0، فالمومنت عند الانترنال هنج 0، فبالتالي انا حلي صح، معادلاتي صح. فضل علي ارسم المومنت دايجرام. المعادلات انا مش راح اضل كاتبهم هون انه غلبي يعني كثار، بس انا بكل بساطه وضحت كيف رسمت المعادله. هسه برسم المومنت دايجرام على المعادلات اللي بضل ذاكر منه بضل ذاكر منه. هسه برسم الخطوط، هاي الخطوط جاهزه، هاي الشير، هاي المومنت، شير جب سالب سالب. فالشير بكل بساطة اطلع 2.5، اطلع 21.667. بعدين كانت معادلتي x بدلالة x، فبنزل لينير، بنزل لينير هيك، بعدين بنزل كمان، بنزل مقعر كل كيرف، انزل بشكل كير كير، بعدين 3.33 تمام. هني انا حاس فيها عجكه، هاي 21.66 ناقص 15، لا 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 رسمي غلط، رسمي غلط، رسمي ناقص منها 15 تطلع معي هون، بعدين نزل لينير هيك شوي، مش لينير، كيرف كيرف، بعدين نزل كيرف مقدار سالب 3.3 الرياكشن، بعدين بطلع. هسا شو هسا
في طلاب بقول لك انا 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 في طلاب بقول لك انا حاب اعرف المسافه هاي، انا حاب اعرف هاي المسافه، هذا الاشي ايش؟ هذا شير، هذا شير. فانا هون شير صار صفر، فانا بعوض معادله الشير، بعوض معادله الشير بخلي مش هي في تساوي كذا 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 اكس مثلا، بخلي الشير تساوي زيرو، فشير تساوي كذا كذا اكس، فتطلع معي قيمه اكس. بس اكس من وين؟ بالنسبه لهذا القطع للجهه اليمين هاي، اخذت الاوريجين هون، فالاكس تساوي زيرو هون، فالاكس اللي طلعت معي بتكون هاي هي الاكس، هاي هاي اكس بتطلع معي. طيب بدي ارسم معادله المومنت، خذ معادله المومنت، خذ معادله المومنت ببساطه، طلع عندي سالب 42.5 هون لما اعوض صفر، بعدين هذا مقعر هذا لينير زي هيك، فلما يكون السالب فوق مقعر بيكون زي هيك، بتقعر لمسافه معينه او انه بضل ماشي يعني مقعر لهون. بيكون المومنت ببساطه، انا بعرف المومنت هون زيرو، بوصل بينهم هيك بشكل مقعر، ما بوصل للصفر، ما بنزل للسالب، ما بنزل للسالب، الرسم هيك خطا يعني، هي هيك ما بنزل للسالب. طيب بدي اعرف المومنت هون كم ببساطه بقى، مثلا هاي مسافه 2 متر، قبضه 2 متر، طلع قيمه المومنت هون. طيب شو بعدين؟ بعدين عندي شير موجب، شير موجب، فبطلع شوي هيك، طبعا هذا ايش؟ بطلع عندي هيك شوي، هذا شير موجب صح؟ هذا شير، شير موجب، فالموجب لتحت بنزل هيك شوي، بعدين برجع يطلع هيك. مشكلة شكل الرسم مش مشكلة، المهم أعرف الزيرو شير، وجود الماكسيمم مومنت هون، صفر الشير بطلع قيمة إكس، إكس بعوضها بمعادلة المومنت، وبوصل لحد الصفر هون، بوصل بهم، يعني هاي التوصيل بين هاي وهاي زيرو، كيف بوصل هيك؟ بوصل هيك، بصفر شوي هيك، بعدين بطلع بصفر هيك، شو اللي بثبت لي هذا الإشي؟ معادلات، معادلات بتجيب لي هذا الإشي، يعني شو اللي عملته بآخر خطوة؟ عوضت بمعادلة المومنت لهذا، قيمة الإكس هاي اللي طلعتها. طلعت الماكسيمم مومنت هون بيطلع مثلا هيك، بعدين واعوض مثلا على مسافه 1.5 المومنت بلاحظ انه ارتفع، واعوض على مسافه 1 بلاحظ انه ارتفع، كذا كذا ما اعوض صفر رجع صفر، بتطلع الرسم مثلا تمام. فاحنا بكل بساطه طريقه المعادلات اهم شيء احدد مرجعي، هاي بتكون صالحه اكس من 0 ل 3، هاي صالحه اكس 0 2، لكن الصفر هون 2 هون، بالمقابل الصفر هون 3 هون. ايش؟ يعني انا فرضت اوريجن، يعني انا لو بدي امسح هذا بس ارسم مع شغلات اوريجن. زي خطوط فانت خطوط، بالتالي عندي قطع هون، عندي قطع هون، عندي قطع هون، عندي قطع هون، عندي قطع هون. هسه المعادله بدي اقطعها، اخذ الجزء اليسار، اي باخذ الاوريجن، اخذ الاوريجن ماشي تمام، باخذ الاوريجن هون. بس لما بدي اقطع القطع الثاني مثلا بدي اخذ اوريجن، فهاي بتكون مثلا هاي 2 متر كامله، تكون كلها 3، تكون كلها 5، 1 1. هسه على فرض، هسه على فرض ايش؟ افرض انه انا اخذت الاوريجن هون، فبتكون هاي صالحه اكس 0 2. طيب انا هسه هون بدي اقطع القطع الثاني، لو فرضت الاوريجن هون، هسه بدي ارسم اكثر من حاله، فرضت الاوريجن هون تمام، بتكون اكس صالحه، اكس صالحه 0 ل 3، ولكن 0 هون 3 هون. لكن لو رسمت انا بالاخضر، رسمت بالاخضر مشان فرضت الاوريجن هون، فرضت الاوريجن هون هاي هاي حسب الاخضر، تكون الاكس صالحه، تكون صالحه الاكس من 2
لخمسة. عوض الاثنين، الاثنين بتكون معناها هون والخمسة بتكون معناها هون. مما بالحالة هاي كانت الصفر هون والثلاثة هون. طب شو الفرق؟ أنا فعلياً إذا كنا مسكت المرجع خلي مشيته لهون، يعني هذا المرجع خليته لهون مشيته اثنين، فبالتالي شفتت معي، نقصت من هاي اثنين، نقصت من هاي اثنين. بس اللي بيختلف عندي بكل بساطة بالإكسات إني أعرف أنا إيش ماخذ مرجعي هو هاي، يعني هسه بدي أقطع هذا، بدي أقطع هذا، أخذ الجزء اليمين، فرضت أوريجيني، فرضت الأوريجين تبعي هون، فبتكون المعادلة صالحة، تكون المعادلة صالحة. إذا هاي واحد وهاي واحد اثنين، فبتكون المعادلة صالحة بالهاي القطع كم المسافة هاي، تكون المعادلة صالحة من خمسة الإكس صالحة من اثنين لسبعة. لو أعوض سبعة بتكون هون، ولو أعوض اثنين بتكون هون. وقطعت هون تكون هاي الاثنين، تكون هاي الواحد. قطعت هون تكون هاي الواحد الصفر. لو أخذت الأوريجن هون قطعت هاي، أنا أخذت الأوريجن هون تحكي لي بهذا القطع لها ما بينفع. الأوريجن هون بهذا القطع بتكون هاي الصفر، بتكون هاي الواحد. أخذت الأوريجن هون بتكون هاي خمسة، بتكون هاي الصفر. فوضحت شغلة الأوريجن. أوريجن زي كأني سكت محور إكس واي، هاي محور إكس، فهنا صفر، هنا واحد، اثنين، هون ثلاث، هاي معنى أوريجن. طيب فرض الأوريجن هون هاي إكس، هاي الواحد وهاي الاثنين وهاي الثلاث. أنا إحنا مشان نحل طريقة الديفليكشن بشابتر 8 بقول لي دائما ثبت الأوريجن بداية البيم وضلك خذ قطع يسار قطع يسار قطع يسار قطع يسار قطع يسار. بدنا ننتبه شغلة الأوريجن بالشابتر 8، راح إن إحنا لما نحل هذا السؤال مثلا راح نحل كله من البداية إن شاء الله. وضحت المعادلات، انتبه اللود المستطيل بنقطع وبعدين بنركز، بنركز بعدين بنقطع مثلث متساوي مثلثات ثلث إكس. ولما نرسم المعادلات دائما بنعوض حدود المعادلة، بعوض معادلة عند الاثنين بطلع هاي، مثلا بعوض عند الخمسة بطلع هاي، بوصل بينهم، بوصل بينهم حسب المعادلة، معادلة إكس تربيع بوصل سكند قبولة كيف ثلاث أربعة إكس بوصل لينير. ما يكون استفدت من الفيديو، أعطيكم.